بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. عند شرائك طائر حسون جديد، فهذا ما وجب عليك فعله. أولا، لا تعطيه بذور الفلارس، لأن هناك من هواة الطيور عندما يشترون حسون حديث الصيد يقومون بإعطائه مباشرة الفلارس. الفلارس لن يأكلها يا غالي، وممكن أن يموت الطائر لأنه لن يستطيع أن يكسر تلك بذرة الفلارس. ثاني شيء، لابد من إعطائه بذور عباد الشمس مهرمشة لمدة أسبوع، وإن لم تتواجد هذه البذور فما وجب عليك فعله إعطاء بذور نيجر 50 جرام مع بذور كتان 50 جرام مع بذور القنبز 20 جرام. هذه الخلطة التي تعطيه لمدة أسبوع، بعدها تعطيه القليل من بذور الفلارس، يعني كمية قليلة عن البذور الأخرى لمدة أسبوع أسبوعين حتى يتعود على أكل الفلارس، ثم تزيل له البذور الأخرى وتعطيه فقط الفلارس. هذه من جهة البذور. من جهة وضعية القفص، قفص لا يكون كبير ولا صغير، حجم مثل هذا الذي تشاهدون الآن في الفيديو، ثم تضعه في سلة حتى يقوم الطائر بأخذ راحته ولا يخاف مرور الإنسان أو أي حركة تزعجه ولا تجعله يأكل. المشربية تضعها أسفل في الأرضية، وكذلك البذور ممكن أن تقوم بوضعها في الأرضية، وإن أمكن ممكن أن تأتي بحوض صغير وتضع فيه القليل من الحجر ثم تملأه بالماء. لماذا؟ حتى لا يتعرض طائر الحسون للتبليل ثم يموت. ضع الكثير من الأحجار في ذلك الإناء الصغير واملأه بالماء، وكل يوم غير ذلك الماء مع وضعه في ركن من أركان القفص. المجسم الأول لابد أن يكون كذا ومثال في الأسفل، والمجسم الآخر في الأعلى يا غريب. كانت هذه طريقتي في التعامل مع حسون جديد، وإن شاء الله تكون أخ السائل قد استفدت من هذا الجواب. أنا معكم أبو مكرم من قناتكم قناة محترف الطيور.